في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا تجتمع الدول المنضوية في مجموعة بريكس ضمن القمة 15 للاقتصادات الناشئة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لمناقشة التوسع المحتمل للتكتل الساعي لزيادة نفوذه في العالم. يرى مراقبون أنه نظرا إلى تنوع الدول الطامحة إلى الانضمام للمجموعة فمن الصعب رؤية ما هي معايير توسع المحتمل في العضوية، ويتوقع أن تقدم بريتوريا التي تعمل على وضع شروط العضوية مقترحا للدول الأعضاء في القمة. وتشترك بلدان بريكس في المطالبة بتوازن اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب، وقبل مناقشة شروط الانضمام يتعين على الدول الأعضاء في مجموعة بريكس أن تتفق على فكرة التوسع في ذاتها، إذ أن الصين والهند أقوى اقتصادين في الكتلة منقسمتان بشأن هذه المسألة. تريد بكين توسيع نفوذها العالمي، وتعتبر مجموعة بريكس وسيلة فريدة للقيام بذلك، ولكن نيودلهي لديها تحفظات إذ تتخوف من نوايا منافستها الإقليمية. أما بريتوريا فتؤيد بوضوح فكرة توسيع المجموعة على غرار موسكو. وفي نهاية القرن العشرين وحتى الآن أثبتت بريكس أنها مصدر جديد للتمويل من قبل أعضائها المؤسسين الخمسة للتنمية المستدامة للحد من الفقر والمساعدة في السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري وبناء البنية التحتية لتطوير وتخزين وتوزيع اللقاحات وتدريب العاملين في مجال الصحة لمواجهة الأوبئة المستقبلية. صباح الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. وزي ما تابعنا في التقرير مشاهدينا الكرام، بالتزامن مع بدء فعاليات قمه بريكس في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا امس الثلاثاء وهتستمر لحد بكره ان شاء الله، هذا الاجتماع او هذه القمه بينظر اليها على انها قمه لتوسيع هذا التحالف وضم عدد كبير من الدول، خصوصا على ضوء الطلبات المقدمة من عديد من الدول للانضمام إلى هذا التجمع. من هنا مشاهدينا الكرام بيكتسب هذا الموضوع زخم في الفترة الحالية نظرا لوجود اقتصاديات كبرى في هذا التجمع، ومن ثم بتهدف هذه الدول سواء الموجودة في بريكس أو اللي بتسعى للانضمام إلى أن يتحول هذا التحالف إلى قوة اقتصادية يكون لها قدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وغيرها من الأزمات، وأيضا تكون قوة أو تكتل اقتصادي قادر على مواجهة هيمنة الغرب على التجارة وعديد من الموضوعات الأخرى اللي مطروحة على جدول أعمال هذه الدورة الـ15 لبريكس، أو حتى على المدى الطويل في موضوعات مطروحة أيضا على جدول أعمال القادم. بيشرفنا الحديث حول أهمية هذا التحالف وقدرته على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية يكون معنا النهاردة في هذا الصباح الأستاذ أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي. أستاذ أحمد صباح الخير وأهلا بك. أولا عايزين نعرف دلالات انعقاد الدورة الـ15 لبريكس في هذا التوقيت على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بتمر بها الاقتصاديات المختلفة. يمكن في حقيقة الأمر هو تكتل بريكس أو تجمع بريكس منذ إنشائه في 2009 وحقيقي هو يمكن قدر أنه يثبت وجوده بشكل قوي على الصعيد الاقتصادي كواحد من أهم التكتلات الاقتصادية الموجودة الآن على الساحة العالمية، وطول الوقت يمكن بقى في رغبة مرة تانية لفكرة إحياء التكتلات الاقتصادية القارية والإقليمية سواء في قارة إفريقيا أو حتى التكتلات اللي زي بريكس عشان تقدر تقابل أو تواجه يمكن زي ما بيسموها السيطرة القوية للتكتلات الاقتصادية الغربية وعلى رأسها طبعا الاتحاد الأوروبي. يمكن تكتل بريكس اكتسب قوته من قوة الأعضاء المنضمين ليه في البداية، وهم طبعا البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا،
ويمكن كل واحدة من هذه الدول حقيقي بتتمتع بمقومات اقتصادية ومزايا نسبية اقتصاديا أهلتهم إنهم يقدروا يحققوا التكامل. وده عشان كده يمكن النهاردة احنا بنشوف إنه إيه أكتر من 23 دولة على مستوى العالم النهاردة تقدموا بطلب للانضمام، يمكن على رأسهم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات. وربما يمكن في أعمال الجلسة الختامية بكرة الخميس هيتم الإعلان طبعا على انضمام جزء كبير جدا من الدول التي تقدمت بطلب الانضمام. لكن عشان برضو تبقى الصورة واضحة انه تكتل بريكس انت النهارده تتكلم حوالي تقريبا انه الدول الاعضاء فيه مجتمعة قوتها الاقتصادية او حجمها الاقتصادي ما يقارب من حوالي 26% من الاقتصاد العالمي، وعدد سكان الدول الاعضاء فيه تقريبا ما يقرب من 40% من عدد سكان العالم، بتتكلم تقريبا حوالي 422 مليار دولار حجم التجارة البينية ما بين دول الاعضاء في تكتل بريكس. ويمكن هو دلوقتي بقى بيمثل يعني حلم كبير لقطاع كبير جدا من الدول في قارات مختلفة، مش بس حتى في القارة الإفريقية، علشان يمكن أو ما يسمونه بإنهاء سيطرة أو هيمنة الدولار والغرب على حركة التجارة العالمية. يمكن هو حلم شوية بعيد المنال، لأنه أنت النهاردة بتتكلم على 86% من التجارة العالمية بتتم بالدولار، فبالتالي النهارده فكره ان يبقى في تكتل اقتصادي جديد ظاهر بهذه القوه ويقدر النهارده ينهي هيمنه الدولار بشكل قوي وبشكل سريع، اعتقد ان دي يمكن هتبقى خطوه الى حد ما مش هنشوفها في المدى. ولكن الدول الاعضاء بيطمحوا في الفتره الحاليه الى تعميق او زياده استخدام العملات المحليه في الفتره القصيره وعلى المدى المتوسط للتقليل من الاعتماد بشكل كبير على الدولار. حضرتك بتشوف ده ممكن يحصل او ممكن يكون او ممكن تكون خطوه ناجحه في تحقيق هذا الهدف؟ هو يمكن شايف في الحقيقه انه الرئيس البرازيل في الدوره الحاليه تقدم بطلب انه يكون في عمله موحده للتكتل، ويمكن يعني الطلب بوجه بقدر من الرفض مؤقتا لحين طبعا السماح لعدد اكبر من الدول الراغبه في الانضمام للتكتل. لكن هما يمكن فيما بينهم وبين بعض بينوعوا سله العملات في التبادل التجاري، وده يمكن كتير جدا من دول العالم وعلى راسها الصين بدات هذه التجربه، ومصر ايضا يعني يمكن في طريقها لهذا الامر تحديدا، لانه النهارده ده هينهي من اعتمادك بشكل قوي على الدولار، ويمكن اللي هو خلق حاله بيسموها في الاقتصاد حاله من الانكشاف القوي والمباشر على الاقتصاد الغربي تحديدا. فبالتالي النهارده اي ازمه خارجيه مرتبطه بالدولار او خلافه بتصدر لك مشاكل داخليه، وبيبقى في حاله من الانكشاف السريع اللي النهارده ممكن يولد لك ازمات داخليه في كتير جدا من الدول الاقتصادات الناشئه غير قادره على مواجهتها. ولكن كل المحللين الاقتصاديين بيتكلموا عن ان ما فيش دلوقتي عمله عمله لديها غطاء او احتياطي من الذهب يغطيها بشكل كبير تكون قادرة على مواجهة الدولار. ده حقيقي طبعا، ده حقيقي، ان انت النهارده بتتكلم زي ما بقول لحضرتك انت 86% من تجارة العالم بتتم بالدولار، والغطاء النقدي يمكن اللي بيغطي الدولار ما اعتقدش ان النهارده في تكتل او دولة لوحدها بعينها هتقدر ان هي تحقق ده في المدى القريب، يعني ممكن في المدى الطويل نشهد ده لكن برضو عشان نبقى يعني جادين او محقين في التعبير، انت النهارده فكره ان انت تكسر او تقضي على هيمنه الدولار او سيطره الدولار على التجاره العالميه والاقتصاد العالمي ده امر يمكن مش بالسهوله اللي بتجي حتى بالنظر للاوضاع الاقتصاديه مثلا على سبيل المثال لاعضاء بريكس نفسهم. احنا بنشوف صعوبات اقتصادية بتواجهها البرازيل أحد أعضاء التحالف، أيضا في صعوبات اقتصادية بتواجهها جنوب أفريقيا، وأيضا في تباطؤ في النمو الاقتصادي الصين، وأيضا في صعوبات اقتصادية بتواجهها روسيا. فده أيضا بيلقي بشكوك عن مدى قدرة التحالف في الفترة الزمنية القليلة أو على المدى القليل إن هو يكون مؤثر حتى بالنظر للأهداف اللي معلنة. هو استاذ شهاب الاتحالف ده يمكن هو كان التحدي الاكبر امامه، لان هم خدوا فتره كبيره جدا منذ نشاته في 2019 وبعد كده 2009 وبعد كده مع نشاه بنك التنميه التابع للتحالف في 2015 يمكن كان شويه في حاله من الانغلاق او هم قافلين على نفسهم بالبلدي كده. فبالتالي النهارده اي تحالف او اي تكتل اقتصادي او سياسي، وده يمكن تاريخ العالم كله بياكد ده، بيستمد قوته من قوه الاعضاء الموجودين فيه وعددهم. فبالتالي النهارده انت لما تيجي تقارن مثلا تكتل او تحالف زي بريكس بالاتحاد الاوروبي اقتصاديا، لو هنتكلم على الناحيه الاقتصاديه طبعا، فبالتالي النهارده لا، انت ما فيش يمكن حتى لو ان كانت قوه الاعضاء اللي فيه مؤثره اقتصاديا، وبتتكلم على كيانات اقتصاديه قويه جدا
على رأسها الصين أو روسيا أو الهند، فبالتالي النهاردة لا طبعا ما يقدرش. عشان كده هم يمكن من أهم الأطروحات اللي طرحت خلال الدورة الحالية الـ15 أنه السماح لعدد أكبر من الدول الراغبة في الانضمام لتكتل بريكس. ولكن على نظر يعني برضو في رأي آخر بيقول أن هو السماح بانضمام عدد أكبر لهذا التحالف هيضعف أهميته وقوته الاقتصادية، ومن ثم هيصبح غير مؤثر اقتصاديا. حضرتك بالعكس يا فندم، أنت النهاردة لما لو افترضنا أنه يعني 23 دولة اللي تقدموا طلب الانضمام النهاردة إذا تم السماح ليهم ومع الوقت في الأجل المتوسط والطويل زادت عدد الدول الأعضاء في هذا التحالف النهاردة، قدروا إن هم يبقى حتى على الأقل حجم التجارة البينية فيما بينهم وبين بعض تتم بالعملة أو بعملة تنويع سلة العملات ما بينهم أو طرح عملة موحدة للتكتل، أعتقد إن ده كمان النهاردة هيخفف من الضغط الدولي على الدولار على سبيل المثال، فبالتالي النهاردة هيبدأوا يفرضوا تأثيرهم وقوتهم اقتصاديا ما بينهم وبين بعض، وهيبقى ليهم حتى يمكن محط اعتبار على الصعيد الاقتصادي عالميا النهاردة. لكن هي أنا عايز أقول لحضرتك التكتلات دايما بتستمد قوتها، وده يمكن كان سبب رئيسي في فشل قدر كبير أو عدد كبير من التكتلات الاقتصادية في القارة الإفريقية، هو إنه عدم التزام الدول الأعضاء بآليات أو الأطر اللي بتنظم عمل هذا التكتل على الصعيد الاقتصادي، فكره التبادل التجاري، فكره التعريفات الجمركيه، فكره حتى التسهيلات فيما يتعلق بالمحفزات اللي بنحوها ما بينهم وما بين بعض في على صعيد الاستثمار او المحافظات الضريبيه، فبالتالي النهارده هو ده اللي هيكسب هذا التكتل قوته في حاله ان هم لو قدروا ان هم يكملوا بهذه الطريقه، وكمان ان هم يسمحوا لدول مؤثره اقتصاديا ان هي تنضم. هي الفكره مش في حجم او عدد الدول اللي تنضم، لكن قوتها وتأثيرها اقتصاديا في مناطقها، يعني ما تكونش اقتصاديات عالة تيجي يعني ترهق تصدر مشاكل. تصدر مشاكل طبعا طبعا. والنهاردة أي تحديدا التحالفات أو التكتلات الاقتصادية قوتها من قوة الأعضاء الموجودين فيها. تمام. طيب أستاذ أحمد، وإحنا بنتكلم برضو على هذا الجزء، في البعض بيتحدث عن إن بالنظر إلى مثلا عملية زيادة عدد الأعضاء، الهند على سبيل المثال بتنظر إلى هذا الأمر بحسب مراقبين طبعا ان هو رغبة من الصين انها تحول دفة القيادة ناحيتها وفرض وجهة نظرها، خصوصا على ضوء الخلافات التاريخية والحدودية اللي موجودة بين الهند والصين. يعني ده سؤال مهم جدا. يعني لو هنتكلم على الصين تحديدا على الصعيد الافريقي على وجه التحديد، بما ان القمة النهاردة منعقدة في جوهانسبرغ، انت النهارده بتتكلم على انه اكبر مستثمر اجنبي موجود في القاره الافريقيه جمعها هي الصين، فبالتالي النهارده هي تستطيع فعلا ان هي تؤثر اذا ما يعني تملكت من يعني زمام الامور داخل التكتل. لكن خليني اقول لحضرتك في التكتلات الاقتصاديه عموما انت الفكره مش فكره مين بيقود او مين بيليد الموضوع، لكن هي الفكره كلها في مدى تحقيق قدر اكبر من المنافع المشتركه والمتبادله ما بين اطراف هذا التكتل، الا التكتل ما بقاش ليه يعني او يفقد اهميته الاقتصاديه تحديدا. هي الفكره في انه انا وحضرتك والدول الاعضاء معانا هنكسب ايه بشكل متبادل، لكن فكره استئثار طرف بعينه بمكاسب اقتصاديه منفرده ده يمكن واحد من اهم الاسباب اللي يعني بتكون سبب فشل اي تكتل سواء كان اقتصادي او حتى سياسي. طيب بالنظر الى الكلام المتكرر مش الفتره الحاليه بس وحتى من سنوات ماضيه ان الصين على سبيل المثال بتدعو الى يعني تقليل من هيمنه الدولار وعدم الاعتماد عليه بشكل كبير، ولكن على الجانب الاخر البعض بيقول برضو الصين لديها من الاحتياطات النقديه من الدولار يعني ارقام كبيره، ومن ثم برضو من مصلحتها ان الدولار يعني ينحى جانبا بشكل كبير علشان ده هيكون خسائر بالنسبه لها، ايضا بالنسبه لتعاملاتها التجاريه مع سواء دول اعضاء بريكس او غيرها في الغالب الكفه بتميل الى الصين، ومن ثم يعني هي لو هتتعامل على سبيل المثال باليوان او كده ما هي برضو يعني اللي هيدفع هي مش عايزه بالعمله، ما هو برضو هنرجع لنفس القصه. هو يعني خليني اقول لحضرتك استاذ شهاب انه الصين تحديدا الفتره الحاليه بتشهد يعني يمكن او على بوادر ازمه اقتصاديه قويه جدا، لا قدر الله اذا ما تحققت من ممكن هي ينتقل صداها الى دول كتيره جدا في العالم، خاصه ان يمكن النهارده بنشوف واحد يعني عملاق التطوير العقاري في الصين وفي العالم ايفرجراند اعلن افلاسه وفي شركات كتير جدا في الولايات المتحده طبعا. فالنهارده طبعا دي ازمه النهارده الصين بتعاني منها بشكل قوي جدا، خاصه ان قطاع التشييد والبنى في الصين واحد من اهم القطاعات الهيكليه داخل الاقتصاد الصيني اللي يمكن بتساهم بنسبه كبيره جدا في حجم الناتج المحلي الاجمالي عندهم وفرص العمل و
النقد الاجنبي وخلافه. دي نقطه. النقطه الثانيه الحرب التجاريه اللي بقالها فتره ما بين الولايات المتحده الامريكيه النهارده، ويمكن الصين طول الوقت عندها رغبه قويه في ان هي تحسم مدركات هذه الحرب لصالحها. بدا التفكير النهارده انه سيطرتك الاقتصاديه كل ما كنت مسيطر بشكل قوي على دفه الامور في الاقتصاد العالمي وعلى حلفائك الاستراتيجيين اقتصاديا، وان انت تقدر تعمل تكتلات اقتصاديه تسحب البساط من الولايات المتحده الامريكيه ومن هيمنه الدولار، ده طبعا هيكسبك قوه. لكن زي ما حضرتك قلت انه ده مش امر بالسهل، لانه النهارده الصين يمكن عندها قدر كبير جدا من احتياطات بالنقد الاجنبي، حجم استثمارات في دول ثانيه بالدولار تحديدا. فبالتالي النهارده، لكن هي عمليه التكتلات الاقتصاديه او نجاحها هي عملية مرحلية، مش عملية بتكون في يوم وليلة النهاردة انت تلاقي في تكتل نهار وتكتل تاني حل محله يعني. صحيح. طيب برضو أستاذ أحمد، البعض خصوصا من المحللين الاقتصاديين الغربيين بيشير إلى أن تجمع بريكس هو يعني يظل منتدى خطابي بلا تأثير، مش هيكون بنفس القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي أو التكتلات أو النظام الاقتصادي الغربي اللي موجود واللي بيتحكم في الاقتصاد العالمي بشكل كبير. ده حقيقي إذا ما ظل التكتل بريكس أو تحالف بريكس بهذا الكم القليل من الأعضاء، لأنه النهاردة زي ما تحدث قوتك في حجم وانتشارك جغرافيا في كل دول العالم وقارات العالم. فبالتالي النهارده هو يمكن من 2009 لحد النهارده هم اخطاوا خطا كبير جدا في فكره العزله او الانغلاق اللي عملوه على نفسهم في حجم وعدد الاعضاء المنضمين للتكتل. وبالتالي النهارده هم يمكن ادركوا ده، انه القوه او قوتهم وتاثيرهم اقتصاديا عالميا هيتحقق من السماح لقدر اكبر من الدول الاعضاء ان هي تنضم النهارده. فبالتالي النهارده تقدر تشوف مدى تاثير هذا التكتل وليه نتائج في حجم التجارة العالمية أو الاقتصاد العالمي بدخول عدد أكبر من الأعضاء المؤثرين اقتصاديا وبيمتلكوا يمكن مزايا اقتصادية وموارد اقتصادية قوية جدا تؤهلهم حتى من السيطرة في نطاقهم الجغرافي، وبالتالي تقدر أن تشهد قدر من المنافسة ما بين بريكس والاتحاد الأوروبي في المدى أو الأجل الطويل على أقصى تقدير. طيب على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي، هل تجمع بريكس هيكون قادر بالنظر برضو للصعوبات اللي بتواجهها اقتصاديات دوله، هل هيكون قادر على انه يواجه الازمه الاقتصاديه الحاليه، ولا برضه هنلف نلف وهتكون الكره في ملعب الاقتصاد الغربي او القوى الغربيه الاقتصاديه؟ هو يمكن عندك النهارده دولتين زي الصين وروسيا تحديدا بيعانوا من ازمات اقتصاديه قويه جدا يعني، لكن عايزين برضه نقول انه انت النهارده امام اكبر قوه اقتصاديه عالميه الولايات المتحده الامريكيه. فكره الخروج من هيمنه الولايات المتحده الامريكيه على الاقتصاد العالمي وان انت تفرض حاله جديده اقتصاديا، ده امر مش هين وامر مش بالسهل. لكن النهارده هو في الاقتصاد عموما انت هتقدم ايه جديد النهارده يبقى محفز لدول اخرى او جديده تنضم لحضرتك؟ والحاجه الثانيه النهارده اليات التفكير في ايجاد حلول للازمه النهارده. يمكن ملف الامن الغذائي مثلا على سبيل المثال ده واحد من اهم الملفات النهارده اللي بيناقشوها في القمه الحاليه تكتل بريكس، ويمكن الصين وروسيا اعلنوا امبارح انه هم حريصين جدا ان هم يقدموا كل الدعم للدول بشكل عام وتحديدا الدول الافريقيه في هذا الامر. وده النهاردة اعلنته روسيا او اعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل كده قريب. بالتاكيد. فبالتالي النهارده حضرتك انت ده واحد من اهم القضايا اللي يمكن بتؤرق العالم كله في ظل قضيه التغيرات المناخيه وخلافه. فكره النهارده تعزيز سبل التبادل التجاري واعطاء قدر اكبر من المحفزات او الاعفاءات الجمركيه ما بين الدول الاعضاء، ده النهارده يمكن هيحفز بشكل او باخر حركه التجاره العالميه. النهارده برضو الاعفاءات اللي هتمنح من قبل هذه الدول وبعضها البعض في تحفيز الاستثمار الاجنبي النهارده واعطائه كل او اكبر قدر ممكن من التسهيلات، ده برضو هيبقى محفز لحركه التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات البينيه ما بين هذه الدول وبعضها البعض. هي الفكره كلها في نجاح اي تكتل وفرض هيمنته اقتصاديا هو بيقدم ايه للعالم النهارده، وبيقدم ايه جديد وبيحفز الدول سواء بمختلف مستوياتها الاقتصاديه يعني وبما فيها الاقتصادات الناشئه كمان تحديدا، لان هي يمكن المستفيد الاول من هذا الامر. ايضا استاذ احمد، البعض بينظر برضو الى بنك التنميه اللي انشاه التجمع في 2015 ان هو علشان يكون بديل لصندوق النقدي الدولي، بالنظر الى حجم تقديمه لتمويلات بتبلغ حوالي او بلغت حتى الان حوالي 33 مليار دولار، وده المراقبين بيقولوا ان هو رقم ضئيل جدا طبعاً. بالنظر الى التمويلات اللي قدمها صندوق النقد الدولي لمختلف دول العالم.
انت النهارده بتتكلم على مؤسسه اقتصاديه عالميه يمكن هي اللي بتتحكم في دفه الامر تحديدا اقتصاديا النهارده، ويمكن حتى كمان صندوق النقد الدولي النهارده في اليات عمله او استراتيجيات عمله، وهو بيمتلك خطط او ما يسمونه يمكن عندنا في الشرق الاوسط فكره خطط الاصلاح الاقتصادي او برامج الاصلاح الاقتصادي او خلافه. فبالتالي النهارده يمكن عشان تقدر تنتزع هيمنه صندوق النقد الدولي بشكل سريع او بشكل قوي، اعتقد ان ده يمكن امر بعيد المنال حتى على مدار الفتره القادمه يعني. لكن هي النهارده بنك التنميه هو يمكن حتى في افريقيا التجربه دي ما كانتش مؤثره بشكل او باخر في التكتلات الاقتصاديه الافريقيه الاقليميه، والبنوك الاقتصاديه حتى ما قدرتش النهارده ان هي تواكب عمليه او مقتضيات عمليه التنميه بشكل قوي، تحديدا في فكره او موضوع منح التمويلات لدعم الدول الاعضاء في التكتلات الاقتصاديه او دعم خطط التنميه الاقتصاديه. لكن النهارده صندوق النقد الدولي انت بتتكلم على مؤسسه اقتصاديه كل دول العالم النهارده مشاركه فيه بحصص مع اختلاف نسب هذه الحصص وقيمتها وحجمها، لكن النهارده هو بيمتلك حتى من الخبرات الاقتصاديه والاستراتيجيات الاقتصاديه فيما يتعلق ببرامج الاصلاح الاقتصادي ودعم ملفات التنميه وخلافه. يمكن شوط كبير جدا، ما اعتقدش ان بنك التنميه التابع للبريكس النهارده هيكون قادر على انه حتى يواكب هذا، خصوصا صندوق النقد الدولي برضه بيكون عايز الدول يعني تعمل اصلاحات هيكليه علشان اقتصادياتها تقدر بالزبط تمشي. وفي بعض الدول بيتقاعس، مش عايز ينفذ بعض الشروط كده، ومن ثم يعني بتلف الدول وترجع لنفس المشكله. تنصاع طبعا يعني هو مش فكره تنصاع برضه عشان يبقى المصطلح دقيق، لكن هي الفكره النهارده انه يمكن ما هو حتى النهارده في ملف الارجنتين او تجربه الارجنتين صندوق النقد الدولي يمكن غير من اليات البرنامج الاصلاح اللي كان وضعه، لانه وارد جدا انه يبقى لجان المراجعه اللي يعني بيقوم بها الصندوق او بيقدمها الصندوق النهارده تخطئ في شيء معين او تشوف بعد الدوله نفسها او حكومه هذه الدوله شايفه ان الامر ممكن يكون غير مناسب ليها، هو ليه رؤيه هي ليها رؤيه النهارده. لكن يمكن حتى بس في الاخر رؤيه صندوق النقد الدولي هي اللي بتمشي، هي مش في كل الاوقات يعني يمكن ملف الارجنتين مؤخرا ما كانش، واحنا يمكن في مصر يمكن حتى في المرحله الاخيره ما تمش الانصياع ل شروط الصندوق، لان كتير جدا منها النهارده كانت متعلقه ببرامج حمايه اجتماعيه ورفع الدعم ايضا عن فئات معينه. ويمكن حتى الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب الاخير في برج العرب في اسكندريه اعلن ده صراحه النهارده انه الامر اذا تعلق بامن المواطن ما نقدرش ان احنا ننفذ ده. فبالتالي النهارده يمكن هي بتدار الامور شويه بشكل اكثر نسبيه او بما يتماشى، لكن في مجمل الامور او بنسبه كبيره طبعا يمكن شروط الصندوق بيتم تنفيذها. تمام. استاذ احمد ابو علي الباحث والمحلل الاقتصادي شرفتنا ويوم سعيد عليك. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، فقرات هذا الصباح لسه مستمره مع حضراتكم بعد الفاصل.